نكتة عن صدام حسين. نعم جميلة يا ولدي، لكننا سنموت جميعا من الضحك بسببها. ربما هذا ما ستقوله أم لابنها حالما ينتهي من سرد نكتته عن الرئيس آنذاك. نعم أعدم كثيرون بسبب طريف الكلام، وبعضهم علقت له المشانق بسبب حلم سياسي هزلي وهو غارق في جنة النوم. عن صحافة السخرية في العراق. تعد مرقعة الهندي أول جريدة ساخرة في العراق، وصدرت في البصرة سنة 1909، ثم صدرت جكا باز أو جنة باز، وتعني باللغة التركية المهذار أو الثرثار، عام 1911 في الموصل. وتوالى منذ تأسيس الدولة العراقية صدور الجرائد الهزلية في العراق، وكانت جريدة حبسبوز من أشهرها، وهي لنور الثابت، وكان عبود الكرخي ينشر فيها قصائده الساخرة. أما الرسوم الكاريكاتيرية فقد أبدعها مصطفى أبو طبرة وعدد من الفنانين، منهم سعاد سليم الشقيق الأكبر لجواد سليم. كانت الجرائد تنتقد السياسيين وتنقد بعض العادات الاجتماعية أيضا، بالرغم من صدور عدد لا بأس به من جرائد السخرية، ولا سيما بين 1923 و 1963. لكن ذلك لم يمنع عميد الصحافة العراقية رافائيل بطي من ندب واقع السخرية في العراق، رادا ذلك إلى طبع العراقي الذي لا يحب الهزل بخلاف المصري الذي يلون حياته بالفكاهة. لكنك تتفاجأ أحيانا بعراقيين يروون أفجع المصائب بطابع لا يخلو من الكوميديا، ربما لأن الضحك دواء رخيص. ولا يخفى عليكم أن العراق على مر تاريخه قدست فيه أسماء كثيرة كان التطرق إليها جريمة لا تغتفر، الأمر الذي صعب من إباحة الهزل. ثمة سخرية لو تأملناها لفاضت عيوننا بالدموع، لا سيما تلك التي تفتش عن المسكوت عنه في أروقة السلطة السياسية والاجتماعية، وهذا ربما ما جعلها تختفي أو تتضاءل نتيجة لمضايقات الحكومات وقلة التمويل. فقد منع الصحفي الساخر حسن العاني مثلا من كتابة المقال، وهو المعروف بتميزه في هذا المجال، لا سيما بعد نجاحه الكبير في كتابة العمود الصحفي ضربة جزاء. هناك من يؤكد أن صحافة السخرية عادت بعد 2003، لكن بشكلها الميديوي الجديد عبر بعض البرامج التي يتابعها الملايين. وهناك من يعترض بالقول إن هذه البرامج منفلتة أكثر من كونها فكاهية، وإن السخرية لا يمكن اختزالها بالضحك أو الخروج عن الآداب العامة. دعونا نسألكم، هل ترون أن صحافة السخرية في العراق موجودة؟ وهل هي مفيدة لتصحيح المسار السياسي والاجتماعي؟